قبل سيادة الرئيس لما يعمل مؤتمر صحفي مع المستشار الألماني كان هناك محاولات شديدة جدا لتشويه الموقف المصري صحيح. والتلاعب بيه وبالتصريحات اللي بتطلع وفكرة ان بعد كلام السيد الرئيس والحقيقة اللي كان يعني واضح وحاسم والرئيس استخدم يعني استراتيجيات وسياسات واضحة في الحديث وطرح حلول طبعا بديلة لما طبعا. قال ان احنا لو هو الحل ان انتوا عايزين تخلوا المنطقة طب ما تخلوها داخل الاراضي مش بره. انا مستغرب يعني انا مش عارف جايبين دي، انا بسميها نوع من انواع الوقاحة السياسية. ازاي انت بتتحدث عن دول وبتحاول توجد حلول معينة؟ طب ما احنا على فكرة القصة مش قصة استقبال لاجئين لسبب صحيح. مصر فيها أكتر من 9 مليون لاجئ بما فيهم أشقائنا في السودان لسه قريبا صحيح. هل إحنا عملنا مخيمات للاجئين لأهلنا اللي جايين من السودان؟ بلدهم مرحب بيهم، بس انت عاوز تعمل حاجة. أصل هو خلي بالك حضرتك القصة أكبر بكتير من ان يتعمل مخيمات. هو عاوز ذريعة يسكن. لا مش كده بس، يعني عايز يملك ويقعد ويبقى خلاص ويخلي الأرض عنده فهو يا يبقى ريت خلاص. يا ريت دي يا ريت دي كانت حتى تبقى نص المشكلة. ده هو عاوز يوجد ذريعة في يوم من الأيام تبقى موجودة تلك المخيمات لو حصل، وده هيحصل، إطلاق ولو صاروخ أو أي شيء من الأراضي المصرية اللي هي سيناء، هيعمل إيه؟ هيقول لك والله أنا هاجي واجتاح زي ما اجتاح. فين هو عاوز يوصل؟ لسينا، لان ده حلمه، ده جزء من معتقده. بس الرئيس كمان تحدث ان هو لو حصل ده الغاء لاتفاقيه السلام اللي احنا محافظين عليها من يوم ما تم يكفي. وانا طبعا انا بحيي القياده السياسيه، ليه؟ لغه الجسد. هم حتى كانوا بيحللوا في الاعلام وفي في 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 الدول الثانيه، لغه الجسد ولغه الخطاب للقياده السياسيه كانت في منتهى القوه. هذه القوة سيادة الرئيس طبعا كمعتقد لرجل عسكري هي موجودة عقيدة لدى القوات المسلحة المصرية، ولكن هذه القوة جاءت أكتر من القوة الشعبية الدافعة للقيادة السياسية. هو لمح بس، احنا لقينا الناس كلها بعدها طبعا 5 دقايق طبعا في الشارع. هو 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 في الأول وفي الآخر هو يشعر بنبض الشارع. صحيح. لما يكون القيادة عارفة ومتأكدة إن في ظهرها شعب بيبقى النبرة بهذه القوة اللي احنا شفناها. ومصر كمان على مدار التاريخ يعني احنا كل الرؤساء اللي مروا سواء الزعيم انور السادات رئيس حسني مبارك كان كلامهم واضح كل ما بيتفتح الموضوع ده، ما اعتراض ورفض شديد وبقوة على فكرة ان احنا يبقى فيه تهجير للفلسطينيين في سيناء. الجديد كمان ان الرئيس عبد الفتاح السيسي لو هو بيقول لهم لو انتم مش شايفين ده حل بس، لا انا طرحت حل اخر وادرسوه. صحيح صحيح. هو القرارات اللي هو الأممية السابقة للتقسيم فلسطين التاريخية تمام بتدعم هذا الاتجاه، بتدعم اتجاه الرئيس. وعلى فكرة الرئيس اداهم حتة رعبتهم، لأن هو مش عاوز حدود 4 يونيو 67، لا ده هو كمان عاوز الحدود التقسيم الأولاني. خلي بال حضرتك التقسيم الأولاني لفلسطين التاريخية صح. لما حدث في قرار الأمم المتحدة هو يعطي نسبة أكبر من اللي هي كانت موجودة حتى في صح. قبل 4 يونيو 67. عشان كده دي رعبتهم إني لا ده احنا ده مش بنتكلم بقى على تقسيم، ده عاوز يتكلم على التقسيم الأولاني اللي هو بيدي مساحة أكبر للفلسطينيين من اللي هي موجودة طبعا حاليا أو حتى قبل 4 يونيو. خلونا نروح لخبر آخر. كان في إشادة من وزير الخارجية البريطاني بمبادرة مصر لاستضافة قمة دولية بكرة إن شاء الله يوم السبت للتعامل مع الأزمة المستمرة وتنسيق الجهود الدولية لخفض التصعيد. وده كان في تصريحات لوزير الخارجية البريطاني لما كان بيزور مصر امبارح ضمن الجولة الإقليمية اللي هو بيقوم بيها في المنطقة. أشار كمان وزير الخارجية البريطاني خلال الزيارة لي كان في مناقشات رفيعة المستوى تضمنت مباحثات مع وزير الخارجية سامح شكري، حيث رحب الوزير البريطاني خلالها بالتنسيق اللي بتقوم به مصر مع الأمم المتحدة علشان يتم إنشاء مركز لوجستي في العريش وتسهيل وصول المساعدات الإنسانية إلى غزة. عايز أقول لحضراتكم كمان إن رئيس الوزراء البريطاني كان امبارح في تل أبيب والنهاردة هيبقى موجود في القاهرة لبحث أيضا مشاورات ما بينه وما بين الرئيس عبد الفتاح السيسي كما أعلنت المواقع الإخبارية. احنا عندنا يعني